عشرة مثلا على الموازنة أو أكو شيء جديد؟ نعم لا إن شاء الله. يقينا إن شاء الله عازمين إن شاء الله من خلال الموازنة الحالية في عام 2023 على زيادة التخصيصات المالية، وبالتالي زيادة التخصيصات المالية هذا ينعكس إيجابا على عوائل الشهداء بشكل عام. يعني الآن على سبيل المثال إحنا قاعد نوزع البدل النقدي الجزئي هو 10 ملايين لكل دفعة من نظام البائد والحشد والإرهاب. الآن مع الأسف يعني لم يخصص أيضا مبالغ، يعني عادة المشكلة مرة أخرى لم يخصص أي مبلغ لضحايا الإرهاب في هذه الموازنة. بصراحة هذه غفلة من قبل وزارة المالية في هذا الموضوع، لأنه إحنا اليوم خصصونا مبلغ 100 مليار وبدينا نوزع. ليس من المعقول أنه تجي الموازنة للسنة الأخرى وما بها تخصيصات. يعني أنا شلون أخلص 100 مليار وأقطع؟ لازم أكو تكملة. يعني أنا الآن يعني العوائل ضحايا الإرهاب الآن هم يعني الآن استبشروا بأنه بدأ توزيع الحقوق لهم خصوصا في بغداد. فما معقولة أنه اليوم إحنا تخلص هاي 100 مليار وأجي أقطعها والله أقول ماكو موازنة. مو صحيح.